كورة يتابع مطالب جماهير الزوراء أثناء التظاهرات أمام مقر وزارة النقل. فزعنا النادينا اللي دنباوا على وضع ميسر لا عدو ولا صديق، اذا تشوفون انتم مستويات الزوراء ما تليق باسم الزوراء. اجينا اليوم باب الوزاره، للاسف الوزير ما موجود. يعني الوزاره تقول شنو مطالبكم؟ والمطالبنا معروفه، انتم اليوم مسؤولين عن مبالغ دا تطوها، المبالغ دا تروح هباء منثوره للاسف. يعني لو ما يطوها احسن. المظاهرات ما تفيد بعد صراحه، غير ما تفيد المظاهرات، ماكو غير، لازم يصير حل غير المظاهرات. لان الحل لازم يصير، لازم تتدخل الوزاره، لازم تتدخل، لازم اكو جهه تتدخل بهذا الموضوع. هسه طوك بعد 10 ايام تجيب لنا اللاعب المطرود، اللاعب المكسور، عقود، وهاي الاداره هسه تحكي ويا الوزاره، الوزاره تقول احنا جايين نعطي فلوس. تروح للاداره تقول فلوس ماكو، وين مثلا اللي يوديهن ياخذهن؟ احنا ما عندنا مطالب تعجيزيه، نريد نادي الزوراء يرجع كما كان، شلون يرجع نادي الزوراء كما كان؟ فلا حسن ما عندك امكانيه اطلع تنحى. حلوا الاداره وخلوا هي مؤقته. تعرف عندنا الكابتن غيث والكابتن ليث حسين ومحمود كريم قدمين، عندهم خروقات بانتخابات نادي الزوراء وقضيتهم صراحة يعني 100% صراحة ما عندهم قضيتهم ماشية، بس هي اكو تأثيرات من القضاة جاي تصير. يعني كافي صار أكثر من 8 مواسم من عقود من إدارة، احنا نطالب حل الهيئة إدارية. كافي يا أخي، صار أكثر من مواسم، الزوراء إلى اسمه إلى تاريخه. يعني أنت حس تحترم اسمك، اليوم إنسان يحترم اسمه ويحترم تاريخه ويطلع. أحمد راضي ما حد طلع عليه مظاهرات وطلع. شنو إحنا نفرغ عن الكرخ؟ صارنا 7 سنوات إحنا ما عندنا بطولة، وما عندنا بطولة، يشتغلون 700 مليون ومو كاملة. شنو الفرق بين الزوراء وبين الكرخ؟ بيننا وبين الكهرباء. يعني البارحة سحبوا منتخبات، يعني ولا لاعب الزوراء ولا لاعب. يعني هذا الزوراء، الزوراء رجعت لي والله. اكو إدارة دا تشتغل باسم نادي الزوراء بس حتى تفلش نادي الزوراء. يعني وصلنا مرحلة قمنا نريد نعوف الزوراء، ما نحضر لعباتهم. زوراء تاريخ،